نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو سيد العقيد احمد حماده الخبير العسكري السوري. مرحبا بك يا سيد العقيد. حياك الله. نبدا من الغارات الصهيونيه على مواقع الميليشيات المواليه لايران في العراق وسوريا، كيف تقرا هذه الغارات؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. ليست هي الغارات الأولى في سوريا، ولكن أتوقع أنها الغارات الأولى في العراق واليوم في لبنان كذلك. هناك هدف لحزب الله تم استهدافه بطائرة درون إسرائيلية في منطقة الضاحية الجنوبية، وتم يعني تنفيذ الهدف، ضرب الهدف. فالربط بين الثلاث مناطق يدل بأن الطرفين، كل طرف هو واحد، من يقود الميليشيات الإيرانية في سوريا، في العراق، في لبنان، هو مشغل واحد، هم قاسم سليماني وولي الفقيه. إذن الأوامر تصدر من إيران لكل هذه المكونات الإرهابية، الميليشيات الشيعية المتواجدة في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، هي المشغل واحد. لذلك هذه الميليشيات تسعى بشكل دائم لتصوير نفسها بأنها حلف ممانعة ومقاومة، وبأن الهدف من كل هذه الأعمال العسكرية هي ضد إسرائيل. ولكن لنرى أكثر من 250 غارة جوية على الأراضي السورية من قبل إسرائيل منذ العام 2014 حتى الآن، استهدفت العديد من الأهداف التابعة لإيران مباشرة أو لمكونات تتبع لإيران كحزب الله. أين الرد من قبل إيران؟ بالعكس، اليوم نرى تصريحات إيرانية تقول بأنه لا يوجد أي ضربة لهذه المناطق التي المواقع، وهذا يعني بأن إيران لا تريد المواجهة أولا، تريد أن تخفف من وطأة هذا العمل العسكري الاستخباراتي، وليس فقط عسكري، هو هدفها عسكري استخباراتي نجحت إسرائيل في تنفيذه في منطقة محسوبة على العاصمة دمشق وعلى الغوطة، يعني لا تبعد أكثر من 5 كيلومتر عن قلب دمشق، وهو بجانب طريق دمشق، مطار دمشق الدولي الذي تقع فيه القيادة العسكرية الإيرانية وقيادة المستشارين في تلك المنطقة. الهدف هو في منطقة عقربة، وهناك في يوجد لواء 59 قديم للنظام السوري ويتوضع فيه، كما هي كل المنشآت العسكرية السورية من الحرس الثوري وفيلق القدس وميليشيات حزب الله وباقي الميليشيات. أنت قلت أن الكيان الصهيوني نجح استخباراتيا في الوصول إلى مواقع محسوبة على العاصمة دمشق، لكنه تعدى ذلك ووصلت إلى يعني مشارف بغداد وقصف مواقع تابعة لإيران أو للميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا أيضا. هل لا تعتقد أن استهداف هذه العناصر يكشف أنها لم تكن هذه ضربات جوية اعتباطية أو عفوية، وإنما كانت احتمالات أن تكون جزء من سلسلة من الغارات المتواصلة؟ إسرائيل تمسح أراضي المنطقة جوا بشكل دائم عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق الطائرات الحديثة الإسرائيلية التي لا يكتشفها الرادار، والتي تسير 20 ساعة في الأجواء تكشف وتبث للعدو الصهيوني، فهي تأخذ صور أرضية، تتنصت على المكالمات بشكل كامل. لذلك هذه الأهداف ليست اعتباطية، هي مستودعات أسلحة للحشد الشيعي العراقي في العراق وكذلك في سوريا. لذلك العمل واحد لهذه المنظومات كلها متكاملة، وكلها تدعم ولي الفقيه وتدعم سياسة إيران في السيطرة على المنطقة العربية وعلى بث الإرهاب في هذه المنطقة. لو كانت هذه الميليشيات فعلا، وإيران بأنها فعلا معادية للعدو الإسرائيلي، اللي رأينا فيلق القدس يتوضع في منطقة القدس وليس يقصف شمال إدلب ويقتل الناس والنازحين. فأتوقع بأن الظاهرة الصوتية فقط أو التي تقوم بها إيران وحزب الله هي لتمرير سياستهم في تمزيق المنطقة وبث الرعب والإرهاب في وقمع شعوب هذه المنطقة من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وربما إلى أماكن أخرى. لذلك جاء تصريح زعيم ميليشيا حزب الله في الجنوب اللبناني حسن نصر الله، عد هذا الهجوم الصهيوني الأخير على لبنان
تطورا خطيرا كما قال، يعني سياسيا ما الذي يختلف هذا الهجوم عن غيره في سوريا؟ بالنسبة للتواجد الإيراني والميليشياوي في سوريا يختلف عن لبنان. لبنان محكوم في هذا ما استشفه من كلام حسن نصر الله، بأن لبنان محكوم في القرار 1701 الذي أوقف القتال في لبنان بعد حرب 2006. فما يقوله حسن نصر الله بأنه يعني أن هذا الضرب هو انتهاك للقرار 1701، وقال كذلك يعني للأسف الشديد اليوم نرى بأن الشعب اللبناني ينتظر ما يقوله حسن نصر الله، وكأن الدولة لا توجد هناك وزير خارجية، أين جبران باسيل، أين الرئيس، أين رئيس الحكومة، أين؟ إذن نصر الله اليوم هو متحكم في السياسة الخارجية في لبنان، والناس تنتظر ماذا سيقول حسن نصر الله عن هذه الضربة، وأنها خرق للسيادة، وأنها تطور خطير في الحالة السياسية التي يعتقد أو نعتقد بأنه يشير إلى القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن بإيقاف المعركة وإقامة ترتيبات ما بين حزب الله وما بين الكيان الصهيوني. أيضا نصر الله تحدث عن محور المقاومة، وأن محور المقاومة اليوم منع الحرب والتقسيم في المنطقة، مع العلم أن المنطقة تشتعل بحروب متعددة. محور نصر الله هذا جزء رئيس من هذه الحروب التي بينت للناس أنها ذات أبعاد طائفية، أين المنع لهذا التقسيم الذي تكلم عنه؟ ما يريده هو من وجهة نظر إيران فقط، ولكن وجهة نظر الشعوب هذه المنطقة. الحرب في اليمن مستعرة منذ 5 سنوات، في العراق حتى الآن لا يوجد أي استقرار في العراق، في سوريا 9 سنوات من الحرب ضد الشعب السوري التي قتلت أكثر من 1 مليون وهجرت 12 مليون ولا تزال يعني، وكذلك في لبنان حتى الآن هناك أسر للدولة اللبنانية من قبل حزب الله، فأي التقسيم وأين التقسيم قادم؟ اليوم في سوريا 10 جيوش، هناك القوات الأمريكية متواجدة في شرق الفرات، وأن القوات الكردية في تلك المنطقة أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإقامة كيان في تلك المنطقة، هناك قوات إيرانية، هناك قوات تركية في الشمال، هناك قوات بريطانية في التنف، هناك 10 جيوش أدناها وأقلها قوة هو جيش نظام الأسد. طيب يعني نصر الله كرر اتهامه لأمريكا بأنها تدعم الإرهاب أو قد دعمت قوى الإرهاب منها تنظيم الدولة كما قال، يعني لا ننسى هو الذي نقل أفراد تنظيم الدولة بحافلات مكيفة من الحدود السورية إلى العراق، هل يجد هذا الطرح من نصر الله آذانا مصغية يعني بالرأي العام؟ منذ ما انتصار ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران رأينا بأن التصريحات وبأن الشعارات التي يطلقها كل ملالي طهران، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، ولكن نرى بأن العلاقات جيدة وممتازة بين إسرائيل وما بين إيران، وهناك استثمارات في ملايين الدولارات في بين البلدين، وكذلك الولايات المتحدة، رأينا بأن الرئيس أوباما أو وقع اتفاق النووي بينه وبين إيران سمح بموجبه ب 150 مليار دولار أن تذهب إلى إيران. اليوم حتى الرئيس ترامب وغيره يقول أن نحن لسنا في صدد القيام بأي عملية عسكرية ضد إيران، فكل هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات فقط لإخداع وإيهام الشعوب بأن هذا المحور هو معادي لإيران، معادي للولايات المتحدة، معادي لإسرائيل، ولكن الحقيقة تكشف زيفهم. لو كانوا فعلا معادي لإسرائيل يقول حسن نصر الله عنده 150 ألف صاروخ في لبنان، لماذا لم يقصف اليوم إسرائيل بعد أن تم استهداف الضاحية الجنوبية؟ لماذا إيران لم تقصف إسرائيل وتحرر القدس طالما أن لديها؟ لماذا إيران؟ هنا نتوقف بدقيقة أو أقل. إيران ردت وقالت
أننا سنرد عن طريق جيشنا ووكلائنا برد حاسم على الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة. إيران ستضحي بكل العرب وكل الميليشيات الشيعية العربية حتى آخر واحد تقاتل بهم، ولكن إيران لن تضحي بالجيش الإيراني ولا بالقوات الإيرانية. هي قوة مستفيدة من هؤلاء الذين توهمهم بأنهم يقاتلون من أجل مبادئ أو من أجل شيء، ولكن الحقيقة بأنهم يقاتلون من أجل إيران الصفوية التي ترغب بإعادة الإمبراطورية الساسانية للمنطقة العربية. كان معنا في الاستوديو العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.